تعالى كده بص الزول اللي فات حسن اللي هو وعلبة السجاير دي. خش يا فندم. خش اللي جابه هنا ده؟ النيابة خلاص انتهت من التحقيق في قضية قتل إبراهيم وأيدتها ضد مجهول. مجهول ازاي يا فندم وانتم عارفين مين اللي قتل؟ عارفين حاجة والدليل حاجة تانية. عبدورة ده بيتحرك بذكاء شديد وأعوانه كتير. الأمل دلوقتي إننا نسقط عمليات التهريب ودي الطريقة الوحيدة اللي توقع عبدورة. أنا عندي استعداد يا فندم أعمل المستحيل عشان أوقع الراجل ده. في نوع جديد من الأغراض ظبطناه. متهيألي إن وراها عصابة عبدورة. ظبطوه مع مين؟ ولد وبنت صغيرين عملوا حادثة عربية تحت تأثير المخدرات. وقدرتوا توصلوا لمصدره؟ أنا كنت أحب إنك تحاول معاهم يمكن نوصل لطرف خير. تحت أمرك يا فندم. هما دلوقتي في المواساة وأعتقد إن تأثير الحبوب عليهم بدأ يسوء. حاضر. بعد إذنك يا فندم. اتفضل. حسنين عايز تقول له إيه؟ ما يقدرش يجيلك. إيه؟ رايح في ورطة. ورطة؟ إيه؟ تعالى معاك. تعالى. ايه اللي حصل له بس؟ اعفيني، نبي عليا ما اجيبلكش سيرة. على العموم ادخله المغز. طيب. حسنين. 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 اللي حصل
رجالة قدورة. هو كان فيهم؟ لا. مش هتقدر تثبت عليه حاجة. لازم كشف دورك. أنا حذرتك كتير. لو كشفوني كانوا خلصوا عليا. هو احتمال بيشكوا فيا. يبقى نحمد ربنا على كده. أعتبر مهمتك أنت. لا. هما دلوقتي أكيد مراقبيني. ودي فرصتي الوحيدة إني أضحك عليهم. لأن لو أنا مرشد البوليس أكيد هيسحبني من العملية. إديني فرصة. أنا خلاص قربت منهم. طيب. بس فكر في اللي هتعمله كويس يا كامل. عرفت حد من اللي اعتدوا عليك؟ لا يا بيه. أنا ما أعرفش حد منهم خالص. هما ضربوك ليه؟ الله أعلم يا بيه. لو تعرف هما مين؟ احنا ممكن نحميك منهم وناخد لك بحقك. قول يا كامل. انا ما اعرفش حاجه بيه. طب امضي على المحضر ده. ايوه بس ده ما جابش السيره في المحضر يا معلم. هو ده اللي مخوفني. يا اما ان الواد ده سليم يا اما انه غويط قوي. احنا بنراقب المستشفى ليل نهار. لو كان مرشد كان حد سال عليه. وده ما حد يزاره غير الواد مرسي والواد حسنين والبنت فوزيه وامها ودول كلهم نضال. تعالوا خلي عينكم منه. ما تغفلوش عنه لحظه واحده. انا هكتب لك خروج النهارده. بس في حاجه مهمه لازم تعرف. لو اكلت نفسك النتيجه مش هتكون كويس. مفهوم؟ حاضر يا دكتور. عربيه مين دي ياما؟ اللي ما يستناش المعلم قدوره واللي يجيب المعلم قدوره اليمات تلاقيه عامل زيارة الكامل. ايوه يا جدعان على بجاحة الناس يقتل الاسير ويمشي بجنازته. يلا بينا يا بنتي يلا. لا اله الا الله. انا مش هطول بس جيت اطمن. انا الحمد لله بقيت كويس يا معلم. لا ما قلتليش مين اللي عمل فيك كده يا كامل؟ رجالتك يا معلم قدورة. عيب ما تقولش كده. ما انتوا كلكم رجالتي ولا ايه؟ لا طبعا. ازاي رجالتك يا معلم قدورة؟ لما تعرف مين اللي ضربوك يا كامل ما تقولش عليهم ليه في المحضر. انا افهم في الاصول واعرف ازاي اخد حقي. ولو انت ما قلتوليش اخده بدراعي يا معلم قدورة. عداك العيب يا كامل. انت كلامك حلو. بيني حابه ابص لك بصه ثانيه. انا يعجبني العيال الجدعان. احنا خدامينك يا معلم قدوره وصدرنا في الصعب. ليكم عذر بس الرجاله ادمانين. كان سوء تفاهم وغيره وفاقوا والمسامح كريم. ما اقدرش اسامح اللي ضربنا يا معلم. ما بقاش جدع. وبدي ما اقدرش اغسل عليك. شاك واصل يا رجاله. ودول. ايه ده يا معلم؟ قدامك وقت على ما تشد حيلك. دول عنوك. سلام. إلهي ما يرجعك تاني يا قادر يا كريم. واجي قول لوراك. كويس انك جيت في المحل. عندك اخبار؟ الدورة جاي البيت يزورني. تصور احنا هنرد له زيارة النهارده في المينا بس هتبقى غلسة شوية. في حاجة أهم. واحدة اسمها فاطمة جابها مرسي امبارح بالليل مبرشمة وباكت في الشقة. بيتهيألي الدورة برضه هو اللي بعتها. كابتشينو خلص. خلي بالك من نفسك.
اهلا وسهلا يا سي كامل. انا بوضب لكم المطبخ. ليه؟ ناوية تطولي القعدة؟ اصل لقيت المطبخ محتاج تنظيف عن اذنك لرصيف الغالية. انت منين؟ من اسكندريه. من انا حته في اسكندريه؟ ايوه هو ده حقيقي من كامب الجزار. سبت بيتكم ليه؟ واقع. واقع يعني ايه؟ يعني واقع اللي فيه. اللي فيك انا كل اللي ليا في الدنيا. ست ام ابوي. وابوك وامك؟ تعيش انت. انا يتيم. وبعدين؟ المحافظه ودتنا معسكر. بقينا كلنا اغراب عايشين مع بعض. مكشوفين على بعض وعايشين في محزنة. ما استحملتش قلت يا الموت يا الشارع. والحمد لله ربنا اكرمني بيكم. والحبوب اللي لقيناها معاكي دي جبتيها منين؟ اشتريتها. منين؟ كشك قدام محطة السديجات. ليه؟ اللي ناوي يبات على الكورنيش في ليلة شتا دور على غطا والملاقاش ياخد حباية مندي عشان تهد حيل وينام. عندك سؤال تاني؟ لا. صباح الخير يا حسابي. عايز حاجة يا الدورة؟ لا أبدا، بس أنا جيت أطمن. أصل حاجة جامدة النهاردة في المينا. خير إن شاء الله. خير يا الدورة. من هنا ورايح الحركة هتكون كده. أو كده اطمن، على الأقل يبقى فيه أمن الوقت.